مشروع قانون رقم 62/18 المحددة أمر الآن إلى مشروع قانون رقم 96/18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. سيد الوزير، لكم الكلمة. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر بعرض مشروع القانون رقم 96/18 المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الموضوعة قيد التحصيل قبل سنة 2000. وأود في البداية أن أشير إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ملائمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار القانون المالية لسنة 2019، لا سيما المادة 8 منه والتي تم التصويت عليه، ويهدف إلى تحسين علاقة الجماعات الترابية مع الخاضعين للضريبة وتسريع وتيرة تصفية ملفات منازعات، تخفيف الضغط على العاملين بالمصالح الضريبية بالموازنة مع تسهيل مهام على الملزمين، وضع الوسائل القانونية والمالية رهن إشارة الجماعات الترابية لمساعدتها على تحسين مستوى تدخلاتها. إن إجراءات تحصيل الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل سنة 2000 تكون غالباً موضوع خلاف بين الملزمين ومصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو تلك التابعة للجماعات الترابية، وذلك لصعوبة إيجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون. وتجدر الإشارة أن مبلغ الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية التي يقل مبلغها عن 50,000 درهم والصادرة خلال القرن الماضي يناهز 1.6 مليار درهم، والتي تهم 2.5 مليون فصل و 1.2 مليون ملزم، علماً بأن 88% من هذه الديون تتعلق بملزمين ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة، وتمثل 5.8% من المبلغ الإجمالي للباقي استخلاصه، والذي يقدر ب 27.6 مليار درهم. ومن هذا المنطلق فإن مشروع هذا القانون يرمي إلى إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من قانون رقم 1594 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية التي يساوي أو يقل مبلغها عن 50,000 درهم، والموضوع قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000. ويرمي أيضاً إلى إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعملات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 1597 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50,000 درهم. يهم أيضاً إلغاء الغرامات والدعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصارف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها أعلى. إن مشروع هذا القانون يستهدف جميع الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة الترابية بدون استثناء، والتطبيق التلقائي للإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين. وسيمكن هذا الإجراء من المساهمة في تقليص حجم الباقي استخلاصه والتخفيف من حدته وتجاوز السحوبات والاختلالات التي تعيق مردودية الجبايات المحلية، وتعزيز مالية الجماعات الترابية بالتركيز على تحصيل الديون المهمة وحديثة الإصدار والقابلة لتوفير موارد إضافية للجماعات الترابية عند القيام بإجراءات التحصيل الجبري. تلكم هي الخطوط العريضة وأهم الأهداف التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعملات والأقاليم والجماعات الموضوعة قيد التحصيل قبل سنة 2000. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.